مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. استلهم خط الشعار من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى. والرموز تعبر عن أولا النخلة، ضربت جذورها في أرض الدولة السعودية واستطاعت أن تكون جزءا أساسيا من الهوية والثقافة والتراث. ثانيا الخيل، الجزيرة العربية المهد الأول للخيل، واستؤنست على أراضي السعودية لأول مرة في التاريخ ويعود ذلك إلى 9000 عام. ثالثا الصقر، إبان الدولة السعودية الأولى كانت الصقور من الهدايا التي تهدى بين شيوخ القبائل ورمزا للصلح في حال الخلافات. السوق، اشتهرت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة في نجد والحجاز وتهامة، وكانت الأسواق فيها تسمى الموسم. العلم، رمز للوحدة والانتماء والوطنية، ويرفع في المعارك لرفع روح المحاربين كما يرفع في الدور الحكومية والمناسبات. فما رأيكم في الشعار؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب.